السلام عليكم. تخوض الميليشيا الانقلابية حربها ضد اليمنيين على أكثر من جبهة، إلا أن أشدها وقع لدى المجتمع اليمني أن تلجأ ميليشيات الحوثي إلى تجنيد النساء والأطفال. لم يعد هذا الأمر حديث الإعلام أو المنظمات التي علت أصوات احتجاجها منذ اندلاع الحرب في اليمن. اليوم خرجت النساء حاملات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للدفاع عن مشروع الحوثي المميت، حيث أقيم في العاصمة صنعاء عرض عسكري نسائي في محاولة من الميليشيا الاستعانة بالنساء للمشاركة في المعارك. وفي مكان آخر يتم جلب الأطفال من المدارس إلى مراكز التدريب على استخدام السلاح والدفع بهم لجبهات القتال. لا شيء هناك غير الموت الذي يأكل كل شيء في اليمن بعد الخسائر البشرية الكبيرة. هن ذات النساء التي كانت الميليشيا تستخدمهن في الاعتداء على الوقفات الاحتجاجية السلمية من قبل أمهات المختطفين والمغيبين في سجون الميليشيا. ليس هناك من عدو مضلل للناس سواء الفقر والجهل، وما أتاح للميليشيا قادمة من غبار التاريخ لتتسلط على اليمنيين وتشيع القتل بينهم. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من المساء اليمني نناقش كيف تستخدم الميليشيا النساء والأطفال كآخر وقود للحرب. أناقشها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الصحفية نبيلة سعيد، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، ربما قد ناقشنا هذا الأمر أكثر من مرة، ولكن تجدد هذه المسألة وانتشارها بات من الحتم أن نناقشها مرة أخرى. دعينا بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود لبداية النقاش. بالعاصمة صنعاء بهذه الوقفة النسائية المسلحة، ما لم تقله الحرب منذ اندلاعها قالته هذه الصورة التي تظهر عرضا نسويا ميليشياويا في العاصمة صنعاء، وما لم تكشفه الحرب من جرائم كشفه مشهد تجنيد نساء من مختلف مديريات صنعاء استعدادا للزج بهن في معارك مرتقبة بعد أن فقدن أزواجهن بل وأطفالهن في حرب الحوثي الخاسرة. فمنذ منتصف العام 2014 فقد الحوثي الآلاف من مقاتليه، فلجأ لتجنيد الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، ولا تزال قصص اختطاف الأطفال من منازلهم والزج بهم في آتون معارك الميليشيا في جبهات القتال المختلفة حاضرة ومتجددة. وهو أمر تؤكده تقارير حقوقية أن تجنيد الأطفال كان إجباريا. وجه من وجوه حرب الميليشيا في اليمن لم يكن في حسبان أحد، وصورة لا تفرق عما قامت به داعش من زج النساء والأطفال في معاركها، وهي خطوة فسرها متابعون بأن ميليشيات الحوثي عمدت إلى الاقتداء بالاستراتيجية الإيرانية الخاصة بتجنيد الأطفال والنساء والزج بهم في العمليات العسكرية، وذلك عقب الخسائر التي لحقت بالانقلابيين خلال الفترة الأخيرة. منظمات حقوقية وجهت انتقادات حادة للحوثيين بسبب استمرارهم في تجنيد الأطفال والنساء، بوصف ذلك جريمة حرب مدانة بكل الأعراف والمواثيق الدولية. حشد الأطفال والنساء تحت دعوى أشداء على الكفار كآخر تهمة تطلقها الميليشيا في حربها على اليمنيين بعد التكفيريين والمنافقين والعملاء والمرتزقة، وكما يبدو أنها لن تعدم أسباب الحرب حتى تعدم من يقاتل تحت لوائها. إنا هنا زينبيات هذا العصر خلف الحسينيون. حرب الزينبيات في اليمن، حيث لا زينب هنا ولا حسين، إلا دما يمنيا خالصا في معركة تبدو خارج سياقها التاريخي والجغرافي. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نناقش النساء والأطفال وقود معارك الميليشيا الأخيرة مع ضيفتي هنا، ورحب بها من جديد أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، بداية ما هو تعليقك على الصور التي تم عرضها على الحديث الذي دار أيضا، حديث طائفي بحت، العديد من النساء يحملن أسلحة متوسطة وثقيلة أيضا؟ طبعا هو المشهد العام يعطينا احنا أكثر من منحة أو أكثر من قراءة للوضع بشكل عام. هناك يعني أنت ذكرت الميليشيا الأخيرة، وأقصد هذه هي كأنها المحاولات الأخيرة التي تستنزفها الميليشيات للبقاء صامدة في كسياسة أو كسياسة فرض واقع على الأرض. يعني هناك محاولات مستمرة، وهناك نفس يبدو أنه يحاول البقاء صامدا بمشروع واضح أنه مشروع تخريبي، سواء على
بنية التعليم أو بنية العيش الكريم أو بنية وجود وطن. يعني هناك مشروع بإفراغ المجتمع اليمني أو إفراغ اليمن كاملة من أي منحة للصمود. يعني هذا المشهد برغم أننا يعني هذا وجهة نظري أنه يعني مشهد لا يعطي يعني ما يمكنش نتحمله أكثر من حجمه. يعني قد يكون هذا عبارة عن أقل من ما نسميه ظاهرة، سيختفي مع بالتدريج لأي ممارسة وعي ممنهجة وصحيحة تشعر البنية اليمنية أنه ما يعني ما الذي ستعنيه تخرج النساء أو الأطفال أو هذه حالة فقط. لكن أستاذ نبيل يعني أيضا لاحظنا لغة طائفية، نحن الزينبيات الحسينيات التي ذكرت، دخول هذه الثقافة الطائفية ومن نساء، النساء لا تنسي أنهم مربيات الأجيال، تأثيرهن كبير على الأطفال، على المجتمع، على يعني المستقبل إن صح لي القول. صحيح، هناك من يقول هذا الكلام، لكن هناك من يقول أيضا أن اليمن بلد محافظ وبلد قل أن تجد عليه نتوءات يعني طائفية، أو تجد حتى وإن ظهرت هذه الشكل العام هي محاولة لردة فعل أو لإثبات وجود أو إثبات سيطرة. هذه هي الصورة العامة الظاهرية، لكن في 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 المنطقة أو في عدنا للخلف قليلا، نحن نعرف أن اليمن تستطيع تميز في الجانب العقائدي أو العقدي ما هو يصب في دينها وعقيدتها وفكرها وما هو في غير ذلك. هذا جانب. أنا ما أقلق من هذه الصورة، لأن هذه الصورة مدفوعة الأجر ومدفوعة الثمن، وهي مطلوب منها أن تظهر بهذه دعاية إعلامية تعتقدينها كذلك؟ هي محاولة يعني الغطاء على حالة الانهيار التي يعيشها الحوثي حاليا، حالة الانهيار أو التفتت الداخلي، يعني صورة من تغطية التهشم اللي تعيشه الحالة الميليشيا هذه الحالية. يعني هناك حالة من الاستنجاد بأي صورة مجتمعية تظهر عليها أو يظهر عليها أو يقرأ عنها أنه ما زالت الميليشيات موجودة وما زال هناك مشروع قائم. هذه كلها محاولات يعني إذا لم تبؤ بالفشل في اللحظات الحالية هي ستبؤ بالفشل بلا شك يعني وبلا محالة. هذه المظاهر لا تقلق، أي إنسان يمني متأكد أن اليمن بلد حضاري وبلد دخل بلد إيمان وبلد حكمة، وأصلا الإسلام فيه سجية، يعني دخل الإسلام دون قيد أو شرط. يعني فهذه الأشياء يعني أنت تجدين أن الأمر ليس مقلق، لكن هناك من يرى العكس، يعني أن يعني نجد لغة طائفية بحتة كما تحدثنا قبل، يعني لغة مصطنعة أو مصنعة. هذه اللغة كيف مصطنعة؟ يعني هل يقال يعني أن تذهب النساء لم يكن لديهن قناعة دينية معينة؟ يعني شاهدنا ليس فقط النساء، الرجال أيضا كيف أن يفدي روحه لأجل من؟ لأجل سيدي عبد الملك، لأجل مش عارفة من، لأجل. أنا لا أنكر أن هناك حالة من التغييب الفكري، تمام، وهناك حالة وتستغل هذه الحالة وتستغل بالفعل، لكنها نسبيا، يعني نريد أن نضع المقاييس في نصابها الصحيح. يعني هناك حالة فعلا صحيح، لكنها حالة نسبية يعني منسبة بشيء بسيط، لكن الغالب هي مصطنعة أو هي شكل من أشكال البقاء على الشاشة العالمية وأمام العالم أن ما زالت هذه الميليشيا هي التي تتنفس يعني الصعداء داخل أرجاء المجتمع. دعينا نستمع لرأي آخر. الأستاذة سارة الشامية الإعلامية عبر الهاتف من الرياض، مساء الخير أستاذة سارة. مساء النور عليكم جميعا وجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك معنا سيدة سارة. يعني بداية كيف تتابعين مشاهد تجيش وتحشيد النساء بهذه الصورة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ نعم، بالنسبة لتجنيد الحوثيين للنساء أنا أعتقد أنه يعد مؤشر خطير جدا، حيث يعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المرأة في الحروب. يعني كما نعلم أن دور المرأة في الحروب يقتصر بإعداد الطعام وتطبيب الجرحى وغيره، لكن هذه المرة هي تعتبر أول مرة يتم فيها استخدام المرأة تجنيدها أو تسليحها أو تدريبها على حمل السلاح
أعتقد أن هذا الموضوع خطير جدا، ولابد أن يعني يتنبه الجميع لمثل هذا الموضوع، لأنه إذا راجعنا التاريخ وإذا راجعنا الماضي، أنا أعتقد أن هذا التصرف هو يعني تحذو به ميليشيا الحوثي حاذوا النهج الإيراني، حيث عرف عن النهج الإيراني في باستخدامه للنساء في الحروب وتجنيده للنساء. فأعتقد أن هذا السلوك يسعى أو يهدف إلى كسر الحواجز والأعراق الاجتماعية في المجتمع اليمني. نحن كما نعلم أن المجتمع اليمني مجتمع قبلي، مجتمع متمسك بالعادات والتقاليد والأعراق القبلية التي ترفض استخدام المرأة في الحروب واستخدام نعم، لكن عند هذه النقطة أستاذة سارة، ربما تتكئ ضيفتي هنا في الأسود أستاذة نبيلة سعيد على هذه النقطة، نعم، على المجتمع القبلي المحافظ بحيث تقول أنه لن يضره شيء، وهذه ليست لم تص يعني تصبح بعد ظاهرة حتى نتحدث عنها، وأنها يعني ولد لدعاية إعلامية معينة ستنتهي ولن يتقبلها المجتمع، ما رأيك؟ نعم، أنه هناك يعني أنا أعتقد أنه لن تضر المجتمع والعادات والتقاليد، ولكن أنا أعتقد أنه هي حركة أو يمكننا أن نقول أنها محاولة لاستفزاز المجتمع القبلي اليمني، لاستفزاز القبائل، خاصة أنا أعتقد أنه هذه ردة فعل لما يحدث الآن من يعني كثير من القبائل أعلنت ولاءها بالشرعية وبدأت تنسحب أو بدأت تتخلى عن حركة الحوثي. فأنا أعتقد أن هذه الحركة هي استفزاز لهذه القبائل، يعني كما نقول بالعامية أنه ما عاد فيش رجال، يعني لم يعد هناك رجال حتى نقاتل بهم، لذلك استخدمنا النساء. لكن أنا أعتقد أن هذه الحركة أتفق مع الأستاذة نبيلة أنها لن تضر المجتمع أو لن تؤثر على النسيج المجتمعي، خاصة أنها ظاهرة فقط مجرد ضجة إعلامية أو مجرد رسالة يعني يتم توجيهها تضخيم للموضوع. نعم، يعني هي أنت تجدين أنها كرسالة فقط يعني يراد إيصالها؟ هي كرسالة، وأيضا تعبر عن جانب أو نقطة ضعف للحوثي، لأنه أنا أعتقد أنه تجنيد النساء قد يلجأ نتوقع أن الحوثي هذه الميليشيا تلجأ ل زج هؤلاء النساء التي تم تجنيدهن في الحرب، خاصة بعد الخسائر الكبيرة جدا في صفوفهم التي نلاحظها وازدياد أعداد القتلى. أنا أعتقد حتى أن هناك الكثير من المحللين في الشأن اليمني ينظرون لهذه النقطة أنها بسبب الخسائر المهولة في صفوف المقاتلين الحوثيين قد تلجأ هذه الميليشيا إلى الزج بالنساء. كما نشاهد أيضا أنها لم تكتفي بالنساء فقط، الآن المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثي تشتكي من اختطاف الأطفال، تشتكي من الزج بهم وتجنيدهم وزجهم في المعارك. فبالتالي لا يعني يمكننا أن نتوقع أنها تقوم بهذا السلوك وتزج النساء أيضا في المعركة، ليست مجرد فقط استعراض تلفزيوني أو جماهيري فقط لجذب أو لاستفزاز المشاعر، قد تستخدم النساء أيضا في المعركة. نعم، إذن أستاذة سارة، يعني برأيك ما هي خطورة هذه التربية العقائدية المذهبية على الأجيال القادمة؟ يعني لا ننسى أن هؤلاء أمهات لديهن أبناء هن المتعهدات بتربيتهن، حين تظهر إحداهن تتحدث نحن الزينبيات يعني بمثل هذه اللغة، كيف يمكن أن نتخيل شكل الجيل القادم؟ نعم، أنا أعتقد أنه نحن في اليمن كنا دائما نحلم بالدولة المدنية البعيدة عن حمل السلاح، البعيدة عن القتال، البعيدة عن الحروب. الآن ونلاحظ في الفترة الأخيرة أنه بدأت مثل هذه السلوكيات تظهر، يعني ما شاهدناه في 2011 من ترك الكثير من أفراد القبائل وزعماء القبائل لسلاحهم ودخولهم في الثورة ومشاركتهم السلمية فيها، يعتبر إنجاز يعني كبير جدا في المجتمع اليمني الذي يعني أنت تعلمين وجميع المشاهدين يعلمون أن القبائل أو المجتمع القبلي لا يمكن أن يترك سلاحه لأنه يعتبر هذا ليس من الرجولة. لكن الآن نحن نشاهد أن الحوثي يركزون على قضية تجنيد النساء والأطفال سعيا منهم لإرجاع هذا المجتمع إلى نفس الدائرة الضيقة، إلى يمكن أن نقول الفترة المظلمة، فترة حمل السلاح، فترة القتال، فترة العنف، فترة الدماء، يعني حتى استخدامهم للشعارات، استخدامهم
للخطابات الحماسية التي تستفز مشاعر النساء، ونحن كما نعلم النساء عاطفيات ودائما ما يعني يذهبن باتجاه العاطفة لا يحكمن العقل. فبالتالي استخدام هذا النوع من الخطابات كما شاهدنا في تقاريرهم في قنواتهم وغيرها، خطابات يعني تعبوية يريدون منها أو الهدف منها هو أن يدخلوا المجتمع في دوامة السلاح والقتل والدمار والدماء، وهذا أيضا ما يقومون به في أرض الواقع، ليس فقط مجرد خطابات، هذا هو ما يقومون به في أرض الواقع. ولكن أن يبدأوا باللجوء من ناحية المرأة فهذه تعتبر كارثة وسبق خطير جدا، لأنهم يعلمون مدى تأثير المرأة في المجتمع وأن المرأة هي الأساس وهي المربية للأجيال. فإذا استطاعوا أن يصلوا إلى المرأة وأن يستخدموهن في حروبهم وأن أيضا يزجوا بهن بالسلاح ويحملن السلاح، وكما شاهدنا هناك فتيات مراهقات يحملن الRPG وغيرها من الأسلحة الثقيلة، فأنا أعتقد أن هذه كارثة ومؤشر خطير لابد من التنبه له، خاصة أن هذه الميليشيا تحمل تاريخ أسود فيما يتعلق بالانتهاكات، وهي تعتبر أول ميليشيا تستخدم أو تنتهك حقوق المرأة في اليمن، كما لاحظنا من اعتداء وضرب وشتم وأيضا سب وتهديد وقتل ما تعرضت له النساء اليمنيات في فترة أو في حقبة سيطرة هذه انقلاب هذه الميليشيا على الحكم في اليمن. فأنا أعتقد أنه موضوع خطير جدا، واستهداف المرأة يعتبر خطير جدا لابد أن نتنبه له. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة سارة الشامي الإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة نبيلة، تعليقك على حديث الأستاذة سارة خاصة فيما يتعلق أن الميليشيا لها تاريخ أسود في مجال انتهاكات الطفولة، وجدنا مراهقات يحملن أسلحة لا اعتبارات، يعني إذا كان يزج بالطفل في ساحة المعركة لا توجد لديهم أي اعتبارات لا إنسانية ولا دينية. ربما لفت انتباهي في التقرير أن هناك أن هؤلاء النساء التي يمسكن السلاح أو يقومان بالاستعراض العسكري أو هم نساء فقدوا أطفالهم أو فقدوا أزواجهم أو فقدوا، من الذي زج بأبناء هؤلاء أو أزواج هؤلاء إلى الجبهات كما تسميها هؤلاء النسوة؟ يعني مخجل جدا في وجه الحوثي أن أو هذه الميليشيا المسلحة أن تذهب بنساء قد أفرغت زوجها، يعني أفقدتها زوجها وابنها وأخوها وأهلها وقبيلتها، وتشغلها الآن بنفسها يعني محاولة مستميتة. هل تستغل يعني نقطة الحزن بداخل المرأة؟ هو استغلال لهذه النقطة، أو حتى لا تبحث هذه المرأة وهذه البنت عن من القاتل أو الذي أودى بحياة ابنها أو قريبها أو زوجها أو أهلها، يعني في الأخير هذه محاولة. أنا قد أسأل لأنها برزت هكذا في تقرير المسيرة. الأمر الآخر، علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي هم وجهان لعملة واحدة، وجه الطائفية، وجه القاعدة والإرهاب والمناطقية، وهذه الأوراق التي تساقطت ورقة بعد الأخرى وتستخدم من كلا الطرفين وفي آن واحد، إذا سقطت الأولى انتقلنا إلى الأخرى وهكذا. الآن الذي موجود على الساحة هو تجنيد النساء والأطفال. عندما بدأوا بتجنيد الأطفال يعني أصبح هناك من يتحدث قانونيا وحقوقيا على مستوى منظمة الأمم المتحدة، على مستوى يعني منظمات مجتمع مدني تنادي بحقوق الأطفال، أو يعني أحرجت الميليشيات كيف تزج بالأطفال في سن مبكرة لساحات المعارك، برغم أن هذه الحالة لم تنتهي عند الحوثي، هذه الحالة ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة. الآن هناك وجه آخر من تورك الأطفال، والآن يظهر وجه جديد للتجنيد، وإن كانت ظاهرة يعني هي تسبب الوبال لمن يقوم بها من ميليشيات، إن هذه محاولة جديدة لربما كما قالت الأخت سارة استفزاز للمكون القبلي في المجتمع اليمني. لماذا؟ لأن هناك تحركات الآن أصبحت في المجتمع اليمني، أنا أعتقد أنه الخط يمشي باتجاه أن المجتمع يعي من هي الميليشيا، إذا كل يوم يأتي ويزداد الوعي بأن هذه الميليشيا صاحبة مشروع إجرامي واضح، يتبدى حتى للطفل الصغير أن هناك مشروع ممنهج لقتل الحياة ولقتل المستقبل ولشرعنة السلاح ولشرعنة الحرب ولاستدامة
الدمار في هذا البلد. طيب أستاذة نبيلة، يعني هناك من يذكر أن أيضا هؤلاء النساء ربما كنا يوما ما يناضلنا من أجل رجال هن المخطوفين أو المسجونين في سجون علي صالح، اليوم يتم استخدامهن للاعتداء على أمهات المختطفين. ولاحظنا أكثر من وقفة تتحدث معنا أكثر من أم عن نساء مسلحات بأعصي يضربن بطريقة مدربة وممنهجة، ما تعليقك على هذه المفارقة؟ موجعة جدا الآن، يعني المنادى الصادقة بإخراج، يعني تختلف عن المنادى المصنعة أو المقنعة. ما يحدث الآن عند الأمهات المعتقلين اللي فعلا أبنائها معتقلين قسريا أو مخفيين من دون أي أسباب وبصورة بشعة أو يستهجنها أي شخص، هي مطالبة ذات حق واضح. هذه المطالبة لا يستنكرها اثنان، لا يختلف على اثنان. فلقوة منطق هذه الحملات أو هذه الوقفات الاحتجاجية يستخدم معها أي قوة عنيفة لإيقافها، لأن تعرف تماما هذه الميليشيات أن قوى المنطق في المناداة بحقها يعني أهالي المعتقلات هي التي ستكون. لكن أستاذة نبيلة، يعني أنا أستغرب، يعني كيف يمكن أن يستخدم الجانب السيء في المرأة، المرأة الحنونة، المرأة العطوف، المرأة التي تتداعى لأجل حزن المرأة الأخرى؟ يعني أنا كأم أشفق على أي أم اختطف ابنها، ما بالك إن مررت أنا بذات الموقف ذات يوم؟ يعني ألا يفترض أن أكون يعني حزينة مرتين، مشفقة مرتين أكثر، عوضا عن أن أتضامن مع هذه المرأة لأننا ذقت من نفس الكأس، أذهب لمهاجمتها ولقمعها؟ يعني كيف يمكن استغلال الجانب السيء في الإنسان بشكل عام، ما بالك بالمرأة التي تعد الأكثر يعني إنسانية؟ هناك ثلاثة أبعاد، هناك ثلاثة أبعاد. أولا، المجتمع اليمني في هذا الوقت أفرغ من الاحتياجات الأساسية وشغل بلقمة العيش بشكل أكثر منهجية مما سبق. يعني فأنت الآن مستعد تعمل أي شيء، هذه المرأة مستعد أن تعمل أي شيء من أجل أن تحصل ربما على ما يحفظ ما وجهها الأيام القادمة. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الصورة التي بدأت تظهر الآن على الشاشة هي صورة تحرج المجتمع اليمني بدرجة كبيرة، وتحرج البيت اليمني، وتحرج الأب والأخ اليمني، لأنه هذه الصورة غير مألوفة لا عربيا ولا دوليا ولا عالميا عن اليمن. فهذه الصورة إذا بدأت تظهر، يعني من المخجل أن تظهر امرأة يمنية تمثل اليمن وهي بهذه الصورة. نعم. يعني تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية رؤى عز الدين من صنعاء. مساء الخير أستاذة رؤى. مساء النور، حياكم الله. أهلا بك معنا، ما تعليقك بداية على تجنيد الأطفال والنساء من قبل الميليشيا، وكيف تلاحظين ذلك خصوصا في ظل وجودك في صنعاء؟ طبعا ما رأيناه قبل أيام من ظهور نساء الميليشيا بظهور المسلح، مثل ما قالت ضيفتكم الكريمة، منظر مخزي للغاية. ولكن أظهرت الميليشيا الانتهاج الإرهابي الذي تنتهجه كما تنتهجه داعش في تجنيد النساء، والظهور كان واضح بشكل كبير جدا، دليل قاطع بما تنتهجه من فكر إرهابي. كما أنه لو أخذنا الأمر بعمق أكثر، أن ظهور النساء بهذه الطريقة من الميليشيا هو استفزاز للرجل اليمني بشكل رئيسي، بحكم أن القبائل في الفترة الأخيرة توانت عن الميليشيا وبدأت ترفض الأشياء الكثيرة منها وبدأت تزول عن مزاولة الميليشيا في عملها. فبدأت الميليشيا بالاستفزاز القبلي بأنه سنستخدم النساء، النساء أفضل منكم، ستدافع عنكم النساء. نعم. تظهر الاستفزاز مباشر للقبائل اليمنية أنه إذا لم تدافعوا معنا سنستخدم النساء. فالاستفزاز كان لبعض القبائل، كما أنه ما ظهر في صنعاء في الفترة الأخيرة لم يكن بالتدريب الفعلي، بالتدريب أنه كما نقول معسكرات، وإنما تغطية إعلامية للظهور أنه يوجد من يدافع، أن النساء اليمنيات قادرات على المدافعة، والأنبى يستفز الرجل اليمني بشكل مختص. كما أن يوجد في الفترة الأخيرة أنه النساء يدربن في ظهور الجنائز، عندما يتم تشييع الجنائز الميليشيا تظهر نساءهم
الزغاريد والرمي بالسلاح في الجنائز تظهر أنها من عائلة القتلى. طيب رؤى، يعني إلى أي مدى برأيك؟ إلى أي مدى برأيك يتسع الشرخ الاجتماعي الذي سببه الحوثيون في خلال الحرب، خاصة من خلال معايشتك للجيران للأهل، يعني بحكم احتكاكك في المجتمع هذه الفترة؟ الشرخ كبير وواضح وبشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، في تجريد الأطفال، في استخدام المرأة في الجانب الإعلامي بشكل مقزز بما تعنيها الكلمة. هذا هو انتهاك المرأة. المرأة لم تضرب إلا في عهد الميليشيا، المرأة لم تنتهك إلا في عهد الميليشيا، المرأة لم ينزل قدرها بهذا المستوى إلا في عهد الميليشيا. انتهاك المرأة أصبح واضح، أن تخرج منذ الصباح الباكر لتبحث عن ماء، أن تخرج إلى الجبال تبحث عن الحطب بما يسد حاجتها، أن تذوق بعض المدرسات في إحدى المدارس من الجوع وعدم قدرتها على إكمال يومها لقطع الراتب. من جانب المرأة فهي انتهكت حقوقها بما تعنيها الكلمة وسط العاصمة صنعاء. أما الشرخ الذي حدثته اجتماعيا ودينيا وطائفيا فكاد لا تخلو عائلة أو لا يكاد يخلو حي إلا ووجد هذا فيها الشرخ. نعم، إذا برأيك أستاذة رؤى كيف يتم خداع الأمهات بهذه الصورة، يعني قتل ابنها أو زوجها في هذه الحرب ومع ذلك نجدها تخرج للدفاع عن منطق وشخص عبد الملك الحوثي أو المخلوع بهذه الكيفية، يعني هناك أيضا تجيش لها لمهاجمة المرأة الأخرى التي ظلمت من قبل الميليشيا، كيف يتم السيطرة على عقولهم بهذا الشكل؟ المرأة في طبيعتها عاطفية، والاستمالات العاطفية التي تستخدمها الميليشيا مؤثرة بشكل كبير جدا. تتكلم من باب الوطنية والدفاع وتحرض بشكل كبير جدا على الطرف الآخر بأنهم جماعة إرهابية ويقومون بقطع الرؤوس وسيعملون يعملون بشكل رئيسي على الاستمالات العاطفية، والمرأة بطبعها عاطفية كما أن إظهار أمور غير منطقية. نحن في المجتمع الديني تعرف أن المرأة ليست بهذا القدر من التعليم، بالذات الأرياف فيقومون بالتعبئة الخاطئة المباشرة، حتى النزول الميداني لهم كثيف جدا للأمهات، فنرى البعض ترى ولدها ضريحا وتقوم بالتقاريض وتعمل على أشياء تكاد لا تصدقونها. بالأمس أحد أمهات أحد القتلى الذين جاءوا منه تضرب رصاص وتقوم بالدفن مع الرجال وسط المقبرة، دليل قطع على التعبئة وعلى الشحن المباشر. لدينا كتائب يعني كبيرة جدا منهم مندوبات بشكل يومي في النزول في الحارات. نعم، فالأمر ليس بديهي وليس مجرد أنه تعبئة مارة، الأمر قائم بالدراسة كما أنهم قائمين على الطريقة الإيرانية. قبل فترات رأينا بعض الكتائب الإيرانية بنفس المنظر الذي رأيناه في صنعاء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا رؤى عز الدين الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذة نبيلة، السادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، يعني طرقت الأخت رؤى نقطة مهمة وهي يعني أن المرأة لم تهن إلا في عهد الميليشيا بهذا الشكل وبهذه الصورة، ضربت في عهد الميليشيا، اختطفت في عهد الميليشيا، يعني تم استغلالها أيضا في عهد الميليشيا بهذه الصورة وبهذا القدر، كيف يمكن التعليق على هذه النقطة؟ أولا هذه إشارة مهمة جدا، لأنه هذه الصورة ستكون وصمة عار وجريمة لا تسقط بالتقادم، يعني لأنها ستظل تذكر الأجيال اليمنية جيلا بعد جيل أن هذه هي أسوأ مرحلة مرت عليها تاريخ المرأة اليمنية.
واعتقد لو حصل نوع من التعقل البسيط لكيان الاسره اليمنيه المعروف، الاسره اليمنيه المعتدله المحافظه، هي ستتاكد تماما ان لم يحدث معها مثل ما قد حدث في هذه اللحظات من قبل هذه الميليشيا التي مستعده ان تنسلخ حتى من ابسط قيم الانسانيه لاي مشروع. يعني واضح ان هناك يعني لا توجد هوية حقيقية لهذه الميليشيا منذ أن بدأت تسمي نفسها أنها صاحبة مشروع على أرض اليمن، ما لا يوجد شيء يعني. وبالتالي التمسك أو اللوذ بأي طريقة وبأي وسيلة تستفز كيان، تستفز الرأي العام أنها ما زالت تقاوم أو ما زالت موجودة على أرض الواقع، هذه يعني أستاذة النبيلة، مسألة استغلال المرأة فكريا ربما هي موجودة من السابق، لا ننسى في حرب 94 يعني كمية الكعك التي صنعت، التبرعات، لكن أن يتم استغلال المرأة أيضا جسديا وتستغل أيضا يعني أو تهان بهذا الشكل، هذا لم يحدث يعني، ربما أمر صادم بالنساء المجتمع. المرأة يعني ربما الأم التي تكرر صوتها في البرومو في قناة بلقيس التي تحرق لسمتها وتصيح يعني أنتم يمنيين أخرجوا أولادنا، يعني هي يعني ربما يعني أرادت أن تطرق أكثر وتر حساس في المجتمع اليمني، ولكن للأسف الشديد لا حياة من تنادي، تزداد الميليشيا سوءا في المرة القادمة، ضربن هؤلاء الأمهات. يعني أن تصل المسألة بهذا الشكل، المرأة كما تحدثت الأخت رؤى عاطفية تستغل في هذه النقطة، ولكن يعني ربما فكرة التغييب الإعلامي أستاذة نبيلة هل لها دور؟ يعني أنا أتخيل صنعاء الآن وبقية المحافظات لا كهرباء لا تلفزيونات، الإنترنت يعني لا تستخدمه الأمهات والأجيال القادمة، هو مسألة حديثة بالنسبة للأجيال الجديدة. ما يوجد قناة المسيرة، يعني الدعايات، الجوامع، المكبرات الصوت، كل ذلك يعني أليس يعني من محفزات أن تظل المرأة مأسورة بفكرة العدوان والجهاد؟ يعني تتحدث عن أم تطلق الرشاش لأن ابنها استشهد في عمران. طبعا هذه حالة أنا أسميها يعني إذا يعني صح التعبير أنها حالة من الغيبوبة المؤقتة. يعني بلا شك ستعود المرأة اليمنية إلى جاد صوابها وتكتشف أن هذه كلها يعني وعي مزيف، يعني بلا شك سينكشف اليوم أو غدا. هذا جانب. الجانب الثاني، هناك ما يهدد يمن ما بعد الحرب. إذا توقفت الحرب غدا هناك ما يهدد الأسرة اليمنية والأسرة التي ذات نسيج مجتمعي نحن نبني عليها يعني مستقبل الأجيال القادمة. هذه الصور المشوهة لابد أن تجد مخرج، إما بحفيظة يعني بالعودة إلى حفيظة الإنسان اليمني، وأنه هذه صورة تخدش كيان الأسرة اليمنية، وهذه صورة لابد أن تناهض، وهذه صورة المرأة المجندة ويتحمل السلاح تقتل فيه أهلها وناسها وأقربائها، تمام؟ هذه الصورة لابد أن تناهض من بوسائل الإعلام. أنت كما أسلفتي هناك يعني قناة إعلامية واحدة هي التي هي النافذة الوحيدة للمرأة اليمنية، هي التي تعطيها الوعي وتعطيها الإملاءات، وهي التي تدرسها وتقرئها أيش المنهج المحدد يعني. فما لن تتخيلي يعني، أنا متخيلة أنه النت هذا يفتح فقط لي منهج معين أو لمعلومات معينة أو لمفاهيم معينة ثم يغلق هذا النت ويفصل وتنتهي خدمته إذا كان في اتصال بالعالم الخارجي. أعتقد أن أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا استطاعوا أن يوصلوا رسائلهم أكثر مما تستخدمه الميليشيا، وهي الآن بسبب هذه القفزة القوية في المنطقة الحقوقي لأمهات هي ما سببت وجود هذه الصورة الاستفزازية للمجتمع اليمني. نعم أستاذة، طيب يعني برأيك ما هو واجب منظمات المجتمع المدني المحلية الدولية أيضا لمحاربة مثل هذه الظاهرة الاجتماعية المسلحة، لمحاربة يعني أن تجرف المرأة بهذا الشكل؟ يعني هناك منظمات مجتمع مدني عليها أن تقوم بدورها في توعية هناك النساء دور، طالما أن الإعلام محاصر ومختطف في البلد. في تصوري أن هناك تقرير
تطلع به كل منظمات المجتمع المدني حقوقي، يتحدث عن بنود معينة في حقوق الطفل أو في حقوق الإنسان في أي بيئة كانت، خاصة في بيئة الصراع. يعني منطق هذا القانون أو منطق هذا التقرير لابد أن يوضح الانتهاك الصارخ الذي يستخدم في حالة الصراع عن المرأة اليمنية. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك حالة من الجهد الإعلامي لابد أن تبذله منظمات المجتمع المدني ومن يقون لعمل هذه المنظمات في بلدان الحروب أو بلدان التي تعاني صراعات محددة. الجانب الآخر الذي لابد أن تقيسه بشكل أو بآخر، منظمات المجتمع المدني منذ أن سمعنا عنها ومنذ إنشأت، وأحد أهم أهداف أو برامجها الدفاع عن الإنسان أينما كان. وأعتقد أنه من واجبها المقدس أن ترتفع بمستوى وعي المجتمعات أو الإنسان الموجود في مجتمع تحت الحصار أو تحت عفوا الصراع، أن يرتفع بمستوى وعيه للقفزة أو مساعدة البلد الذي يعاني الصراع للخروج إلى بر الأمان. نعم، تنضم معنا أيضا الأستاذة بشرى العامر الناشطة الحقوقية والإعلامية عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذة بشرى. اهلا وسهلا اختي، حياك الله وحيا المشاهدين جميعا. اهلا بك. ونحن نناقش استاذه بشرى الزج الميليشيا بالنساء والاطفال في هذه المعارك من خلال الفيديوهات الظاهره او التي وصلت واعلنتها يعني قناه المسيره. برايك ما هو دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في يعني تقليص مثل هذه الافكار في توعيه المراه والاطفال ايضا؟ في البداية منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان حتى فضحت الممارسات الميليشيا في تجنيد الأطفال وزج النساء بالصورة المشينة للمرأة، المرأة النازعة للسلم والنازعة للمدنية بصور المخلة المزعجة للمرأة التي تحمل السلاح والتي تتكلم عن القتل والدماء والانتقام. وزارة حقوق الإنسان صرحت مؤخرا أنه تضاعف تجنيد الأطفال ل 200% منذ عام 2014 كما صرح وزير حقوق الإنسان السابق الأستاذ عز الدين الأصبحي، وكشف أنه هناك 4810 طفل مجند اليوم بين في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وهذه أرقام مفزعة جدا. منظمات المجتمع المدني أيضا تحدثت كثيرا وفضحت هذه الممارسات، وكان التحالف اليمني لرفض إنتهاك حقوق الإنسان قد نظم في جنيف في مارس الماضي في سبتمبر الماضي وقفة احتجاجية أمام مجلس حقوق الإنسان يرفض تجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود لهذه الحرب من قبل هذه الميليشيا، ونظم ونشر صور أو سلم صور وملفات لمجلس حقوق الإنسان عن هذه الجريمة، عدد الأطفال وصور الأطفال وقصص الأطفال اللي قتلوا والجرحى والمصابين ومن فقد أطرافهم أيضا بسبب الألغام التي تزرعها هذه الميليشيا. نعم أستاذة بشرى، يعني تم إيصال مثلا هذه الملفات ل يعني مجلس حقوق الإنسان، ولكن يعني ألا يفترض أن يكون هناك ضغط أكثر على هذه النقطة، أن يكون هناك تواصل دائم ويعني الاستفادة من عدد الأرقام المهولة التي هي في ازدياد للأسف؟ يعني الأرقام التي أوصلت لمجلس حقوق الإنسان الآن ربما قد ازدادت إن لم تكن تضاعفت للأسف. يعني برأيك أين هو دور الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان، وزارة الإعلام أيضا يعني للحد من هذه الظاهرة؟ في نهاية الأمر هؤلاء من سترجع يعني الحكومة فيهم ما لتحكمهم؟ يعني أنصاف مشوهين نفسيا، يعني الطفل الذي يشارك في معركة، المرأة التي خرجت وزج بأبنائها وزوجها وأهلها وقتلوا وتحولت إلى يعني كائن شرس لم تعد بالمرأة الطبيعية التي يفترض بها أن تكون. في الوضع الطبيعي دوما الحكومة من المفترض أن تمنع زج مثل هؤلاء الأطفال، لكن اليوم نحن أو بمعنى صح أن الحكومة تتصارع اليوم مع طرف مسيطر على مناطق متعددة يقوم
فيها يعني مسيطر تماما عليها، يقوم بالحشد منها الى جبهات القتال. الحكومه الشرعيه طبعا وجهت القوات المسلحه بتعامل الحسن مع الاسرى من الاطفال، قامت باعادتهم الى اهلهم واشتراط او مع ضمان عدم زجهم مره اخرى في هذه الحرب. ايضا وفرت لهم لبعضهم السكن، المأوى، المال، المقابل ألا يعودوا إلى مثل إلى الحرب بسبب الفاقة والفقر. منظمات المجتمع المدني أيضا بدورها كما أسلفت قامت بعمل حملات توعية عبر وسائل الإعلام، قامت بتقديم تقارير، قامت بعمل حتى بعض المنظمات والمرصد الإعلامي قام بإنتاج أفلام توعوية وأفلام تعريفية بممارسة هذه الميليشيا وبالجرائم التي ترتكبها بحق الطفولة وبحق المرأة أيضا. أعتقد ما يقومون به عمل ومجهود يشكرون عليه، لكن الواقع وسيطرة الميليشيا وتواصلها المباشر على الأرض مع هؤلاء المغرر بهم هو العمل الأكثر بشاعة والعمل الذي لم نستطع حتى الآن إيقافه بشكل نهائي. يبقى نعم. على عاتق المنظمات الدولية. نعم وصلت الفكرة أستاذة بشرى. نعم أستاذة بشرى العامري، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، الناشطة الحقوقية والإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذة. أستاذة يعني بالنسبة لي أنا ضد استخدام الأطفال والنساء من أي طرف كان، يعني للأسف هناك أيضا نسبة تستخدمها المقاومة من الأطفال، وشاهدنا فيديوهات لنساء أيضا تم تدريبهن، لكن الغريب يعني مع اختلاف المفارقة واختلاف الأهداف أيضا، يعني لا ننسى أن هناك دفاع عن وطن، ولكن الطفل والمرأة يجب أن يحيدوا في هذه المسألة تماما. المستغرب أستاذة نبيلة يعني أن ظهور أصوات الناشطات عندما يحدث أمر مثل هذا في جهة المقاومة، صورة طفل أو لا ننسى كم اشتعل الفيسبوك حين ظهرت صور النساء واختفائه تماما في الجهة المقابلة. هذا ليس الأمر فقط بالنسبة لمسألة التجنيد، ولكن في كل المسائل نجد يعني للأسف الشديد يعني الأصوات تظهر في جهة وتختفي في جهة، يعني وكأن هذه ليست قضية يفترض أن المبادئ لا تجزأ، الفكرة الحقوقية لا تجزأ من أي طرف كان تم انتهاكها يجب أن يقال. صحيح. طبعا احنا مع وجهة نظر حقوقية مكتملة الأركان، لا تجزأ ولا توصف ولا لها أكثر من مقياس، هو مقياسها واحد، الإنسان يعني بالذات، يعني هناك الطفل مكانه المدرسة، بالضبط، الأم مكانها مكان محدد، الطفل مكانه كذا، الإنسان من دون سلاح، الإنسان الذي لا يواجه بالسلاح، البلد الذي يحلم بالكرامة والإنسانية أيضا له مقاييس. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن أمام صورة حلها واحد لا غير، إحنا لابد أن تكون هناك رسالة واضحة تصل إلى المجتمع اليمني أن هذه صورة مرفوضة، صورة يعني يرفضها المجتمع اليمني، ترفضها البيئة اليمنية، ترفضها المعتقدات، ترفضها بيئة السلام وبيئة الحكمة والمنطق وبيئة المرجعية التي أتى منها المجتمع اليمني، مرجعية ترفض تماما أن تكون المرأة اليمنية بهذه الصورة. يعني هي تنظر للمرأة باعتبارها كيان له احترامه وقداسته وله دوره المجتمعي الناهض بالطفل والأسرة وبالأسرة الممتدة، ويجب أن يعني يظل هنا ولا بد أن يظل هذا الدور. نعم. إذن هناك دور، اسمحي لي أختي آسيا، دور دور الوعي الذي لابد أن يمارس على مختلف أدوات السوشيال ميديا في صحيح. نقد هذه الصورة. إذن شكرا جزيلا لك يا صحفية نبيلة سعيد، كنت معنا في المساء اليمني في هذه الحلقة. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.